ما تغار، قلت لك الصدق. ايه فكرني اسوي مقلب. تسوي مقلب؟ ايه يعني ما في ما في ما في الا انا اللي بتسوي مقلب بتسوي فيني. لا لا انت بتكون جزء من المقلب. لا انا اقول يعني اذا بتسوي مقلب بتسوي فيني، فانا كشفتك، ايش فايده في المقلب؟ ما يصلح كذا يعني. طيب عندي عندي فكره ثانيه. اجل وش رايك؟ ايه انا ودي افكر وين مكان الذي اللي هي تعرف هذه المويه تفتحها عشان يدخل المويه تحت كذا، مو مكانها. اه انت مره متاثر بالبانيو اللي في بيتكم. لا يا حبيبي هذه ما لها دخل. والله فكر امس قاعد تمشي هذه شفط. هم شفط. ايه شفط والله، وانه عاد تغيير زيت حق المسدس. صدق 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 شفت؟ ما ادري انا متخيلها كذا. انا ما ادري، انا حاسس فيك كذا بق بدك تدور هذه. راح المسبح كله انت كم مويه هنا. كم ظنك هذا اللتر؟ يا حبيبي يا محمد انت في بس تاكد انه مسبح هو. اخي مسبح النافوره على مدي يا اخي متعدد الاستخدامات. ايش هذا؟ المسبح هذا مدي النافوره مدري. النافوره ذي انا افكر اطلع المويه اللي فيه عشان نياك ننظف سوق بادره تنظيف المسبح. انت شايف كم ذا؟ كم؟ وش اللي كم؟ ترى ادوات تنظيف المسبح مو بزي ادوات تحسن ترى كنت يا رجال مطبخ حنا. ما عليك يا رجال امور طيبه يا رجال. انت مش عرفك انت؟ نقعد هنا؟ ايه عادي. ايش اسمه؟ هذا اللي امسكت في المويه. اي والله ما ادري ايش شفت. يا الله يا فواز يا ولدي امشي اصلا مسبحكم كان مسبح كراسي مو بمويه. بتوقف لك هي بتقول امزقني وتمسك سلم عليها وتمشي. والله خاف منها انا. دقيقة بس خليني اضبط لي. لا لا وش لا لا والله بضبطها. خلاص خلاص خليك عندنا جديدة يعني. ايه ما بتكلم تشيل الاوراق اللي شريت شغلة. لا لا اخذ فنيلة صدق والله مكتوب عليها في حالة غسيلها قص الجزك كذا مكتوب فيها كل شيء شريحة معدنية داخل. إيه. عرفت؟ ما قصيت. أنا قبل كنت أحس باللي تجي في نعام الله يكرمك الكنادر إذا شريت عرفت هذيك ثنتين كنت أحس بها سم. حق فيران ولا سم فيران؟ أنت كنت أحس سم فيران أنا سم إنسان. أقول يا الله يا أخي يبون يذبحونا. شو الغاز اللي يجيك من عند جزمة؟ عظيم. تقعد وشيله؟ أمسي وشيله هني؟ هي حق التنظيف طلعت أو تنظيف زي الرائحة. رائحة؟ إيه أجل كم؟ أجل اثنين أجل كم؟ أجل إيشي؟ هذه بارك الله فيك. أنا عاد بعقب ما سألت عنها ودورت عنها وقعدت أتكلم فيها أنا بالي إنها سم معطينا سم. إيه قال هذه تشفط مريحة. قالوا تشفط الرطوبة. زين إيش قاعد تقول؟ أنت قلت شو اسمه تنظف. يعني أوكي تنظف الرطوبة شنو؟ رطوبة موية. ما كله نفس الشيء؟ لا كذاك جرثوم. أها إيه صح. إيه كمل اسمع إيش كنت بقول لك. نظام يعني انت من النوع اللي ما تشيل الاوراق وذي؟ لا كل خله برشته. حتى ولد لو جاني مولود ما خليني اغسله في المستشفى. برشته جديد قراطيس. بايخه بايخه. لا هنا انا كشفتك. لا 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 بياخذ الحين انا هم جلود كذا خان قراطيس عليهم. لا يعني ما اغسلهم شي كنت جديدين تغبيرتهم. ليش انت محسسني بطلعهم من وكالة؟ ترى من طالعين من بطن امه. وكالة؟ وش فيك انت؟ شو والله وش فيك انت؟ الوكالة ذي. ايش اللي تستهبل انت؟ ايوه الحب السري. والله ترى اقسم بالله ما خلصت صدق. ترى عبى سمحة داي. شفت السمحة الحمراء اللي معي؟ استغفر الله. اخذت عبد العزيز على فكرة. من هو؟ عبد العزيز الشهراني. شطيته؟ الحب السري السبحة. ايش معي؟ وش يعني؟ وش هو؟ يا اخي شكلها شغله سياره شغلها. وجداني حي انت للعينين ضي. عطني اياها. وش هي؟ دهري اني صوتي سياره؟ فجرت عصر اغث. يا اخي انا اعطاني اكل اليوم، ما ادري شكل اكل خربه. اليوم اللي مقلب قلقتوني فيه اليوم الصبح. اعطتوني شيء من علبه طلعت منها حاجه. يوم نطلع عليك عبد العزيز الصباح الساعة 7 الصباح اليوم العلبة اللي في الدرج يوم اننا نايمين انا عبد العزيز اي يوم الترند 7 لا ما كانت الساعة 7 6 ولا كانت 6 8 5 ونص 5 ونص طلع علبة ايه عبد العزيز والله عاد شوف عاد ما ادري ايش صار فيني شوف احس اني فمي ناشف ذاك الوقت ما ادري ايش اللي صاير عبد العزيز الحلاوة اللي
الحلاوه اللي اعطيناه ذا صلاحيتها زينه. اصبر خلنا ندور شغله دقيقه. اي اسال اشوف ما ادري انا هذه يدور بدور شغله. دور لقيت شيء. اي حلاوه. الحلاوه اليوم اللي في الدرج. ايوه حق الرجال اللي كريم من مال غيرك. انا اعلمك السبب وشو. تفضل. هي تشفط اللعاب القديم وتعطيك لعب جديد. ما عندنا لعب جديد. انت اشتراكي. ما سددنا فصلت فصل اللعب. والله احس ريقي ناشف من ذاك ما كانت ذيك الحلاوه. وانه ما عاد جاني لعب. اقول الرجال. ما عاد جاني لعب؟ ما ادري شفاف حتى احس انه ناشف. ما ادري ايش فيني ما ادري ايش جاني. شكلها تاريخها منتهي ولا تاريخها. لا حرام. ها؟ حرام. عندك تهنت؟ اخوي حرام حرام. ايش حرام؟ يعني خذيناها من دون اذن الرعيه. ايش انت علينا؟ احنا مجرمين. رجع من كلام اجي له هذا. ايش كيف طعم السرقه بالله؟ والله كان في لذه. والله طيب اسمع اسمع. تعال تعال نروح القفاري هناك عندهم تخفيضات. والله؟ اذا حصلنا تحصل زوليه ولا كنبه لابو محمد. وانت تحصل. اشعر بالطبيعه يا اخي يا اخي انا جد ما احس بالطبيعه وين؟ ما ترى حتى تدري قفاري ايش عنده؟ ابعلمك جالس هنا وقاعد اناظر. هو هذا المكان اللي مزروع صح وقدامي شاشه السينما ذي اللي تشوفها قدامك بروجيكتر وبس. ما ادري ايش اسمه. وجبال ترى الى حد الان عايش نفس الخيال ذا. ما اناظر لا يمين ولا يسار عشان ما احس اني عايش في ذا المنتجع. هاي يا اساس انها تسمع. والله انا معطيها وضعيه النمر بس اقسم بالعظيم. ما يا اخي ما يطيق. تدري ان هذه زوليه من القفاري ذي؟ وينها؟ هذه اللي عشتها. هذه زوليه ترى عندهم القفاري زوليه. تعال عندهم اشياء يا ولد. عندهم طبيعه ترى وعندهم فرش زي كذا. والله انها والله ما عاد في مشمنه. تعال نختصر. والله يبينا فرش مطبخ يا ولد. سوي تكيت كذا مع المطبخ. والله هي اختصار يعني. مع السرادين. يا لا 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 اسمع سم. كم واحد جالس يمشي ما في. قول ترى والله ما تسوينا خصم. على شنو؟ يلا نأثث البيت ولا نشوف انه اقل شيء يستاير ولا بكره بعده بتزوج. ابو محمد ما بيتزوج بس انت غواص. لا تدنق. لا لا تدنق. ترى شوف اسمع هي على حسب الاكشن اللي تبي تعيشه. تبي تعيش اكشن دنق. عرفت؟ نبغى نكلمك بكره بعده بتزوج ولا شيء. من هنا؟ حق القفاري. اه صح هذا هو. عرفت؟ اي. اها.